أشاد رئيس موزمبيق فيليب نيوسي بجهود مصر على الساحة الدولية وجهودها في طرح حل للصراع الروسي الأوكراني. كما أعرب الرئيس فيليب نيوسي عن تقديره لعمق وتاريخ العلاقات الثنائية بين البلدين. ناقشنا وعقدنا تقدير موقف للعلاقات الثنائية والموقف الإقليمي، واستعرضنا الموقف العالمي والموقف القاري، وأننا لا يمكن أن نتجاهل المتغيرات الإقليمية والدولية. نحن نبدي اهتماما بتطوير العلاقات الثنائية وعلاقات الصداقة، فالشعب المصري والشعب الموزمبيقي لهم علاقات تاريخية قديمة، وقد وجدت في لقائي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي إدراك ووعي عميق بعمق وتاريخ هذه العلاقة.